نشكر الأستاذ محمود الشبيني وطاقة الشبيني على حضور الأستاذ جمال أسعد، شخصية مثقفة مصرية ثرية. أنا للأسف أنا ما قريتش كتاب، بس وطبعا تجربة جمال بي تجربة ثرية كرجل حقوقي ناشط ومحامي ورجل حزبي، وكان قريب من الحياة السياسية في مصر. أنا مشهور جدا يعني، وطبعا رجل عظيم يعني حقيقي. أنا عايز برضو يعني أعمل حاجات بسيطة. أنا يعني من نفس القرية بتاعت الأستاذ فايز، أستاذ فايز أخونا واخد بالك، يعني ما شفناش إعلان حقيقي، يعني ما فيش كان فكرة مسيحي ومسلم، لا حقيقي إحنا كنا نسيج واحد. حتى أنا في الحارة في البلد عندنا كان في حارة كده في بيت ورانا كانوا يسموها حارة النصارى. هذا يعني أنا بعتبر إن كانت العلاقة علاقة وطيدة، علاقة جميلة جدا، يعني تنكسر أمامها أي مزايدات على أن في هذا البلد توجد فيه فتنة. وأرجع برضو أعمل إسقاط لما اتقتل غالي باشا بطرس غالي سنة 1910 الورداني، الورداني، فحاولوا في مجموعة حاولت من المتطرفين في كل دين وفي كل مكان انه يعملوا مؤتمر قبطي ويتقال ان بطرس غالي اتقتل لانه مسيحي. هذا كان طبعا عالم من الصحة، ولولا هذه الأمة الصلبة القوية هي التي يعني على يعني امامها تنكسر كل دعوات نعرض الفتنة الطائفية. وفشل هذا المؤتمر فشلا ذريعا. وعندما يعني بدأت رياح 1914 الحرب العالمية الأولى وبدأ الورداني كان صيدلي إيه؟ أبو صيدلي قبطي؟ تمام. بس طبعا المسألة ما فيش فيها فيها إن ده مسيحي أو ده قبطي على الهوية المسيحية. تمام. يعني هو دور الوفد يعني قبل أن ينشأ حزبا، هذا الزخم اللي عاشته مصر حقيقي كان التلاحم والترابط ما بيننا كلنا مصريين، كلنا جابهنا أو أجدادنا جابهم الفتنة الطائفية. لأن الاحتلال الإنجليزي بدأ من أيام المعتمد البريطاني كرومر ومن بعده بإسكاء روح الفتنة الطائفية. ولولا صلابة هذا الشعب وإنه كان مسعدين جدا واخد بالك، انكسرت أمامه أي دعوة أو أي فتنة طائفية، وامتد هذا التاريخ. وإن الأستاذ مكرم حميد كلنا الجويس ختم على أنبر الأزهر. تمام. والأستاذ مكرم حميد وحياته في الوقت هذا الرجل الذي كان في مرافعاته يقرأ يستشهد بآيات من القرآن. وهذه مصر حقيقية فعلا. هتلاقي كل معظم من الإخوة المسيحيين كنا اتعلمنا في الكتاب وكنا مع بعض مدارس واحدة ومش أي حاجة. أنا أتذكر وأنا في السبعينات كنا بنعمل حاجات شغل كده، كان والد الأستاذ شوقي نسيم، أستاذ شوقي نسيم صديق عزيز، كان والد عم نسيم بيعمل لنا شغل هو وابن أخوه المرحوم عطاء. والله في رمضان والحاجة تجهز لهم الغداء ويرفضوا رفضا تاما ان هم يتلقوا الغداء. والله هذا حصل تاني وانا طفل، رفضوا رفضا تاما. شفت مراعاه المشاعر الطيبه بينا، كانت حاجه ما في اديب يعرف يكتب عليه او ما وصلش ان هذه الحقيقه. يعني دي اشياء عاديه موجوده ما فيش اي حاجه. هم دعاه التطرف او من الداخل او من الخارج يحاولوا يجوا على الحته دي وتنكسر. فانا بشكر استاذ جمال اسعد، رجل تنويمي، رجل مثقف، ويعني احنا عاوزين 10 من زيك كده من الناس اللي مشوا على درب مكرم حميد والناس اللي جمال دول. شكرا استاذ محمود شكيب. اشكرك لو اديت الاستاذ شوقي